عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس 19 من سلسلة تعلم لغة تركية من الالف الى الياء، ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان ادوات المطبخ. اذا خذوا ورقة وقلم ولنبدا على بركة الله. درس اوندوكوس مطفك لتلري. مطفك 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 مطبخ. اشتش أشتش أشتش طباخ. كشك 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 ملعقة. بتشاك 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 سكين. تشاتال 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 شوكة. طبق 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 صحن. تيبسي 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 صينية. طاوة 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 مقلاة. كزارتما طاوس كزارتما طاوس كزارتما طاوس مقلاة القليب. كاسة 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 وعاء. ماسة 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 مائدة. صندالية 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 كرسي. بوزدولاب 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 ثلاجة. تشامشر ماكينسة تشامشر ماكينسة تشامشر ماكينسة آلة الغسيل. مايكرو دالغا مايكرو دالغا مايكرو دالغا المايكروويف. بولاشك ماكينسة بولاشك ماكينسة بولاشك ماكينسة آلة غسيل الصحون. قهوه ماكينسه قهوه ماكينسه قهوه ماكينسه آلة القهوة. اكمك كزارتما ماكينسه اكمك كزارتما ماكينسه اكمك كزارتما ماكينسه آلة الخبز الكهربائية. فرن 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 فرن. سكاجاك 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 عصارة. تشاي دانلك تشاي دانلك تشاي دانلك إبريق الشاي. باردك 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 كأس. فنجان 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 فنجان. سو الستج سو الستج سو الستج مسخن الماء. بولاشكتله 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 سلك الأواني. بولاشك سنجره بولاشك سنجره بولاشك سنجره إسفنج الأواني. درس اليوم انتهى، نتلقيكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم راحة، تبقاو على ألف خير. ما تنسوش بطبيعة الحال الإعجاب بهذا الفيديو هذا والمشاركة ديالو مع جميع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. إلا أول مرة كتشاهدوني أو كتتابعوا إحدى فيديوهاتي، ما تنسوش كذلك دخلوا القناة، ضغطوا على زر الاشتراك، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديدي.